تلك الخطوة التركية، ربما يعني نقول أنه يمكن أن تضع أردوغان في المواجهة المباشرة مع الولايات المتحدة، أحد حلفاء الأكراد الأساسيين في حربهم ضد تنظيم داعش الإرهابي في سوريا، وما مصير تلك المواجهة إذا وجدت؟ يعني في الحقيقة إذا أصر أردوغان في المضي قدما في تقدم قواته باتجاه منبج، أعتقد أنه سوف تكون هناك بالفعل مواجهات عسكرية أو صدامات عسكرية مباشرة بين القوات الأمريكية التي يبلغ قوامها حوالي 2200 جندي من القوات الخاصة الأمريكية، مع نظيرتها التركية التي تريد بالفعل الوصول إلى تلك المدينة باعتبار أن لها أهمية رمزية، على اعتبار انها تعد بالفعل الامتداد الرئيسي لوحدات حمايه الشعب الكردي، تلك الوحدات التي تعد المكون الاساسي لقوات سوريا الديمقراطيه او للقوات الكرديه المرتكزه في تلك المدينه. وبالتالي اعتقد ان القوات الامريكيه تحاول الان بشكل او باخر الحلول دون وقوع هذا الصدام، والدليل على ذلك وجود وفد دبلوماسي أمريكي الآن في أنقرة، بالفعل كانت زيارته مدرجة أو مقررة قبل بدء هذه العمليات العسكرية التركية.